في غدا هذا عيب هذا عار ورحمته في غدا هذا عيب هذا عار ورحمته في غدا هذا عيب. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بوروا رئيس جمعية ربابينات السيد بالجر. اليوم بعدما حوالي شهرين من التوقف الاضطراري لقينا ريوسنا غير بوحدنا، حتى واحد ما سول فينا، حتى واحد ما جلس معنا، حتى واحد ما تحاور معنا، حتى واحد ما داها فينا بالدارجه العاميه. اضطرينا اننا اليوم ندخلوا في وقفه احتجاجيه سلميه حضاريه لنوصل صوتنا، باش نوصلوا الصوت ديالنا للمسؤولين، ونتمنوا ان الصوت ديالنا يكون وصل للمسؤولين. فالسبب ديال هذا الاحتجاج هو نقطة واحدة، وهي غلاء المازوت أو المحروقات. هذا الغلاء المحروقات اللي سبب في غلاء جميع مواد الصيد، كما سبق صديقنا مراد قبل قال أن جميع المواد زادت أكثر من 120%. جميع المواد الصيد راه سردهم لك واحدة واحدة بوحدة. فهذا السبب خلانا احنا كنخدموا، يعني كنخدموا مجانا، ما كنربحوا حتى 2 دراهم في النهار، اللي خلانا اننا نتوقفوا على هذا العمل هذا يعني مكرهين. ما احنا ما كرهناش، ولكن ما لقينا ليش كيفاش. فاليوم بغينا الصوت ديالنا يوصل، بغينا محروقات سقف في واحد المبلغ يكون ما بين 7000 و 8000 درهم. اليوم راه دار 75 دولار في البراند، اليوم صباح 75 دولار. وفين حنا من 75 دولار حتى 1000 و10 11000 درهم؟ راه بزاف. اذا كاين واحد الفرق اخر ما بين الموانئ في الاثمنه، ما خصوش يكون. كاين الفرق ما بيننا وبين الصيد في اعالي البحار اللي ما خصوش يكون، مع العلم ان اعالي الصيد البحار ما كيشغلش النسبه الكافيه او النسبه ديال اليد العامله اللي تتشغلها القطاع الساحلي. هذه مباشر القطاع الساحلي في صفه مباشره وغير مباشره، لان كاين بزاف الحوايج اللي مرتبطين به. فلهذا كنطالبوا الحكومه باش تشوف من حال هاد الناس هادو، تشوف من حالنا وتشوف كدير غادي تسقف لهم هاد المحروقات هذا في واحد الثمن يكون جد مناسب، ويتوكلوا على الله وشكرا. مهم يجن السلام عليكم. واحد السلام عليكم. كنشكرك اخويا مراد، كنشكر الموقع ديال عارفينو، ديما راه كيجي المعاناه ديال الناس هنايا، خاصه عندنا حنايا هنايا في ميناء الناظور، ميناء بلينصار الناظور، عندنا واحد المعاناه هنايا كبيره بزاف. دابا تقريبا حنايا دابا تقريبا شهرين وحنا جالسين، حتى شي مسؤول، حتى شي حاجه، حتى شي واحد ما شاف حالنا كاع، ما شافش هاد الناس هنايا. كل واحد عنده العائله ديالو، خدام على 6 7 نتاع النفوس في الدار، كاين اللي خدام على 3 4 نتاع العائلات في الدار، وغير بوحدو اللي جالس. المهم انا شفت كاع القطاعات، ما شفتش هذا القطاع. هذا القطاع مهمش بزاف، هذا القطاع مهمش حتى لواحد الدرجه، عمرنا ما شفناها كاع حنايا. كاع القطاعات عندهم شويه ديال الصواب، عندهم شويه ديال الحلولات، عندهم شويه نتاع النقابات، عندهم شويه اللي كيدافع عليهم، اللي كيهضر عليهم. دابا حنايا شهرين ما سول فينا حتى شي واحد، حتى شي مسؤول، لا حتى شي واحد هنايا ما سول فينا. هذا راه عيب، هذا راه عار كبير. بنادم يراعي البنادم، حشومه كاع. دابا حنايا راه كنوليو اللور، ما كنزيدوش لقدام. حنايا عندنا واحد المعاناه بزاف ديال المازوت. حنايا الحل ديالنا هو يتيحوا لنا المازوت، نمشيو نخرجوا للبحر. الا ما تيحوا لناش المازوت غادي يرجعوا لنا واحد الثمن، ويخصهم هذاك الثمن اللي غادي يديروا معنا، غادي نديروا معاهم اتفاق باش حنايا باش يخرج لنا داك الاتفاق. دابا واخا تيحوا لنا في المازوت، ما غاديش نتيقوا حنايا، ما غاديش نتيقوا. ديما كيديروا لنا هذه الطريقه هذه، يقولوا لك راه تيحنا نمشيو نخرجوا للبحر، ندخلوا للبر نلقاو المازوت طالع. حنايا خصنا هذا الشيء ما يكونش، هذا الشيء خص ما يكونش ضروري. الله يجازيكم بخير. انا كنطالب السلطات، كنطالب اللي كيحكم غادي يدير لنا شي حل في هذا الشيء هذا. حنايا راه هذا الشيء راه خطير جدا. الا بقات هذه الوضعيه في هذا الشيء، راه غادي يولي هذا الميناء، غادي يولي واحد البلاصه خطيره. الحمد لله والسلام عليكم. الاخ مراد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يعني كنشكروا بزاف، كنشكروك بزاف بعد انت جيتي يعني توصل لنا الرساله. كنشكروا المسؤولين اللي شرفوا على هذا اللقاء. كنتمنى الرساله توصل ان شاء الله. احنا كنعانيو، ارباب المراكب كيعانيو، يعني البحري كيخرج للبحر يعني خدام شهرين ثلاث شهور، منين غيتوصل للحساب كيقول لك مول اشتراه كاين الله وباقي الله. بنادم البحري كيمشي للدار بلا يعني كيمشي بلا ريال في الجيب. ويعني كنتمنى الرساله توصل للمسؤولين ان شاء الله، يعني يشوف لينا من حل المشاكل ديالكم بالضبط. المشاكل ديالنا احنا كنعاني، والبحري كيعاني من كلا الجوانب. اولا يعني النقابه ما كايناش، يعني اخر التقاعد خدم 30 سنه في البحر، 35 سنه، النهار اللي كيعطيو له التقاعد كيخليو له 1000 درهم، من اي ناحيه هذا الشيء كاع؟ يعني المازوت عاود ثاني غاليه، مليون و 344 مليون و 400، البحري فين غيوصل بها؟ راه ما واخر المطر ولينا كندخلوا 40 درهم يعني في المليون، ما كاين يعني ما كنديوهاش، ولا غيقول لك مول الشراء راه ما كاين والو. نتمنى من السلطات اللي مسؤوله، نتمنى من السلطات اللي مسؤوله غادي تشوف الحل لهاد الناس، لهاد البوريه ديال البحريه. وتحياتي السي مراد. واحد الكلمة في الحارة.